بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. أولا أشكر فخامة الرئيس قيس سعيد لما قدمه من مجهودات أثناء ترأس شقيقة تونس لهذه القمة، كما أشكر من خلاله كل الشعب التونسي الشقيق. ونفتتح أشغال الدورة 31 لقمتنا. إذن على بركة الله وبسم الله الرحمن الرحيم، أعلن افتتاح مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 31، وأدعو السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية لإلقاء كلمته. إذن بتوجيه من سيد الأمين العام للجامعة العربية سألقي كلمة. أرجو سعة الصدر لأن الكلمة ربما تبان لكم مطولة، ولكن في ظروف مثل هذه شعورنا كلنا جياشة في هذا اللقاء الأخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فخامة رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علياف الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، فخامة الرئيس رئيس جمهورية السنغال السيد ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو كوتيريس، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أبو الغيط، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، حضرت سيدات والسادة، يطيب لي في مستهل كلمتي أن أرحب بمقامكم السامي أجمل ترحيب على أرض الجزائر في هذا اليوم الأغر الذي يحتفل فيه الشعب الجزائري الأبي بذكرى خالدة في تاريخ الجزائر وأحرار العالم، ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة، معربا لكم عن بالغ الشكر والامتنان على مشاركتكم الشعب الجزائري هذه الذكرى الوطنية الغالية، متمنيا لكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني، وراجيا لأشغال قمتنا النجاح وتحقيق الأمال المعلقة عليها من قبل شعوبنا العربية التواقة إلى مزيد من التضامن والمناعة والرقي. كما يسرني أن أعرب عن جزيل الشكر وبالغ التقدير لأخي فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على جهوده المميزة وجهود بلاده الشقيقة من خلال رئاسته للدورة السابقة للقمة العربية. الشكر موصول كذلك للسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ولكافة العاملين على ما بذلوه من جهود خلال مسار الإعداد والتحضير لإشغال قمتنا هاته. أصحاب الجلالة
والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، سيدات وسادة، تنعقد قمتنا في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية بالغة التعقيد والحساسية، تتميز على وجه الخصوص بتصاعد التوترات والأزمات، لا سيما في عالمنا العربي الذي لم يعرف في تاريخه المعاصر مرحلة في منتهى الصعوبة وباعثة على الانشغال والقلق كما هو الحال في المرحلة الراهنة. وما زالت هذه الأزمات بتعقيداتها وبأبعادها المختلفة وبمخاطرها ماثلة أمامنا مع تعاظم التحديات الداخلية والخارجية الجسيمة التي يشهدها العالم بعد جائحة كوفيد-19. وما تمخض عن هذه الظروف الدولية الاستثنائية الحالية من تغيير في الموازين ومن تجاذبات وتفاقم ظاهرة الاستقطاب التي تساهم وبقدر كبير في تصعيد الأزمات مع تداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وتلقي بظلالها على العديد من الدول لا سيما في أمننا الغذائي. وفي ظل ما تتوفر عليه منطقتنا العربية من إمكانيات ومقدرات طبيعية وبشرية ومالية هائلة تؤهلنا أن نكون فاعلين في العالم كقوة اقتصادية، لا نقبل أن يختصر دورنا الاقتصادي على التعثر، ولا بد من استرجاع الثقة بأنفسنا ليكون لنا تأثير في المشهد العالمي والاقتصاد الدولي، لا سيما أن احتياطنا النقدي لبلداننا العربية يعادل دخل احتياط أوروبا أو مجموعات اقتصادية آسيوية أو أمريكية كبرى. وعليه يتعين علينا جميعا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى قضيتنا المركزية الأولى القضية الجوهرية قضية فلسطين في صميم انشغالاتنا وعلى سلم أولويتنا، وهي تتعرض إلى مساع للتصفية بسبب مواصلة قوات الاحتلال ارتكاب الانتهاكات الجسيمة من أجل بناء وتوسيع مستوطناتها غير الشرعية وقتلها الأبرياء واجتياحها المتكرر للمدن والقرى الفلسطينية ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المنازل والمباني الفلسطينية وتشريد السكان الأصليين بما في ذلك من مدينة القدس الشريف وما صاحبها من مخططات للتهويد الهادفة إلى طمس هويتها الإسلامية والمسيحية وتغيير معالمها التاريخية والاقتحامات الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى أولى القبلتين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمجموعات الاستيطانية المتطرفة والحصار الجائر الذي تتعرض له مدينة نابلس إلى جانب اضطهاد الشعب الفلسطيني بحي الشيخ جراح، بالإضافة إلى استهداف الأبرياء
خاصة من فئة الشباب في ظل الصمت العالمي الرهيب. لذلك يتعين علينا في ظل عجز مجلس الأمن الأمم المتحدة من فرض حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي، مضاعفة الجهود الجماعية لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود إزاء ما يتعرض له من جرائم ممنهجة واسعة النطاق. ومن هنا تأتي أهمية تجديد التزامنا الجماعي وإعادة التأكيد على تمسكنا بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها، باعتبارها المرجعية المتوافق عليها عربيا والركيزة الأساسية لإعادة بعث مسار السلام في الشرق الأوسط والسبيل الوحيد لقيام سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني تحقيق طموحاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك إنهاء احتلال كافة الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري، واستكمالا لواجبنا العربي تجاه القضية الفلسطينية القلب النابض للأمة العربية. أتطلع أن يتم خلال هذه القمة إنشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، والجزائر على أتم استعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبالمناسبة لا يسعني إلا أن أجدد التهنئة للإخوة الأشقاء الفلسطينيين على الاتفاق التاريخي الذي رعته الجزائر قبيل انطلاق القمة، والمتمثل في التوقيع على إعلان الجزائر للم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأدعو أشقائي قادة الدول العربية إلى ضم جهودنا من أجل مرافقة الإخوة الفلسطينيين نحو استكمال هذا المشروع الوطني وطي صفحة الخلافات نهائيا من خلال تنفيذ الاستحقاقات الوطنية المنصوص عليها ضمن خارطة الطريق المعتمدة والمنصوص عليها في إعلان الجزائر. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي السيدات والسادة، إن الأزمات التي تشهدها الدول الشقيقة ليبيا وسوريا واليمن ما زالت تبحث على سبيلها للحل، ومن هذا المنبر أناشد جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية إلى تفضيل الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بعيداً عن أي تدخل في الشؤون الداخلية من أجل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية التوافقية التي تمكن شعوبها من صياغة مستقبلها وتحقيق تطلعاتها المشروعة بالحرية والكرامة. وما زال الأمن معقوداً في استعادة الحكمة والتبصر أن نستعيد زمام المبادرة من أجل صياغة السبل الكفيلة بحقن الدماء وعودة الأمل في البناء ولم الشبل العربي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، إن التحدي الإصلاحي أصبح اليوم أكثر إلحاحاً وأشد حاجة
بشكل يتطلب منهجا جديدا للمعالجة بكل مسؤولية ومصداقية، انطلاقا من إدراك الجميع لحقائق الواقع العربي الراهن، حيث أصبح من الضروري الإسراع في القيام بإصلاحات جذرية عميقة وشاملة لمنظومة العمل العربي المشترك، حتى تتمكن الجامعة العربية من الاطلاع بدورها كأداة رئيسية للعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم إقليميا ودوليا. وفي هذا الإطار يتعين توجيه الجهود نحو المواطن العربي الذي يبقى الغاية والوسيلة لكل تعاون جماعي من خلال إشراكه كفاعل ومساهم فعال في صياغة العمل العربي المشترك، كما يجدر توفير بيئة محفزة من خلال استغلال صندوق النقد العربي والصناديق العربية القائمة لمساعدة الدول هي في أمس الحاجة لهذه المساعدات، وكذلك تمكين الطاقة الشبابية العربية الهائلة من اتخاذ المبادرات والإبداع والمساهمة في تعزيز التوجه نحو التكامل على الصعيد العربي والانخراط بكل قوة وفعالية في عالم شديد الترابط والتنافس. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي السيدات والسادة، إن اقتران انعقاد قمتنا العربية بذكرى اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر المدفرة لا يشكل بالنسبة لنا مبعث فخر وأمل كبيرين، فخر باستحضار التفاف الأشقاء العرب وغيرهم من إحرار العالم حول ثورة الشعب الجزائري المجيدة للدفاع عن قضيته العادلة، وأمل أن نتمكن جميعا من استحضار وإحياء هذه القيم وإعلائها في مواجهة التحديات الوجودية التي تهدد أمن واستقرار وازدهار شعوبنا ودولنا. إن لقاءنا اليوم بقدر ما يمثل فرصة لتجديد تمسكنا الجماعي بالمبادئ والأهداف التي تأسست من أجلها منظمتنا العربية وتعلقت بها آمال شعوبنا، يشكل أيضا محطة هامة لدفع متجدد لمسار التكامل العربي. لذلك أتطلع بثقة عالية إلى النتائج الإيجابية والمثمرة التي سوف تتوج النقاشات التي ستشهدها قمتنا، لا سيما في إطار الجلسة التشاورية، من أجل تجديد الروح التوافقية الجماعية وبلورة الحلول العملية واتخاذ القرارات الضرورية لرفع التحديات المفروضة على أمتنا في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتنموية. وفقنا الله جميعا وسدد خطانا بما فيه الخير والتقدم لأمتنا ولشعوبنا وبلداننا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.